السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تخرج خادم السحر المأكول والمشروب إذا كان هو قديم في الجسد منذ 20 سنة أو 30 ولا يتحرك في الجسد رغم أنك قرأت عليه القرآن؟ تابعوا الفيديو حتى الأخير وستشاهدوا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في موضوعنا، وهو موضوع مهم جدا. هناك من الناس من عندهم سحر مأكول ومشروب في البطن، وهنا خادم سكن في البطن منذ 20 سنة أو 30 أو 15 سنة، ولكن لا يتزحزح هذا الخادم. هذا الخادم لا يتأثر بالقرآن، سكن سنين وسنين كثيرة. ماذا سنفعل لكي نزحزح هذا الشيطان الذي يسكن في هذا المرض؟ أولا، هذا المرض لا بد أن يكون يصلي ويقرأ القرآن على الأقل. فسنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى زيتا مرقيا، نسقيه ملعقة كبيرة بإذن الله يشربها، ثم نأخذ هذا الزيت بإذن الله وندهن بطنه جيدا جيدا، ندهن البطن بإذن الله تبارك وتعالى، ندهن البطن جيدا ونقوم بإذن الله بهذه الحركة، يعني نرفع بطنه من الجانبين، وإن شاء الله سوف ترون حلقة أخرى في المصل بإذن الله. نرفع بطنه في الجانبين ونرفع الزيت هكذا، ثم ننزل المعدة بإذن الله تبارك وتعالى وندهن بطنه جيدا بزيت المرقي، لأننا سقيناه زيت الرقية، وندهن جيدا لأن هذا الخادم الذي دخل بالسحر المأكول والمشروب قد يكون ملتصقا مع الأمعاء وسكن سنين ولا يتزحزح، وقد هو يكون مربوط بالعقد. لذلك بإذن الله، فإذا قمنا بالمساج كثير بإذن الله تبارك وتعالى مستوى السرة والمعدة بإذن الله تبارك وتعالى لمدة 5 دقائق أو 10، فسنقوم بإذن الله بهذه الطريقة، يعني نضع بإذن الله هكذا، ثم نقوم بتدوير هكذا في السرة، لأن السرة هي نقطة البلاوي، يعني هنا يحب الشيطان هذا المكان لما يجتمع فيه من أشياء تكلم عنها علماء التغذية بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك فلا بأس أن تضغط على المريض ل5 دقائق، ولكن ليس كثيرا، مع الزيت بإذن الله تبارك وتعالى هكذا، وتقوم بتدوير يدك بإذن الله تبارك وتعالى لمدة 5 دقائق كذلك أو 10. فإذا انتهيت من هذا المكان بإذن الله تبارك من هذه الطريقة، فلا بأس أن تحصن المريض بإذن الله تبارك وتعالى، وتقول بقدرة الله السميع، وتضع يدك بإذن الله تبارك وتعالى على البطن، ويد الأخرى على الرأس، وتقول حصنت هذا الجسد بإذن الله بقدرة الله السميع، حصنته بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، وتنفث عليه بإذن الله كاملا على الجسد من الأقدام، وتقول اللهم زلزل كل شيطان سفلي، اللهم زلزل كل شيطان سفلي دخل بالسحر المأكول والمشروب منذ سنين سنين طويلة، اللهم زلزل كل شيطان دخل بالسحر المأكول والمشروب كل شيطان سفلي دخل بالسحر المأكول والمشروب منذ سنين سنين طويلة، اللهم زلزل كل شيطان سفلي كل شيطان سفلي كل شيطان سفلي اللهم زلزل كل شيطان سفلي اللهم زلزل كل شيطان دخل بالسحر الطلاسم والجداول وتضغط عليه بإذن الله وتنفذ في وجهه، وتقول هذا الدعاء كذلك الذي قلته الآن، لا بأس أن يقوله المريض كذلك ويعيده معك ويكرره، فسيرى كيف يشعر بإذن الله. فإذا لم يشعر بشيء فلا بأس أن تضغط على البطن بإذن الله هكذا، وتقول وتقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فهنا خادم السحر المأكول والمشروب يحب هذا المكان، وأي خادم يسكن دخل بالسحر المأكول والمشروب فتضغط على هذا المكان بالعود بإذن الله لمدة طويلة، لا بأس 10 دقائق أو 15 دقيقة، وتقرأ ما شئت من القرآن وحتى سورة الزلزال كذلك، فلا بأس أن تأتي إلى الصدر، لأن أي شيطان دخل بالسحر المأكول والمشروب لابد أن يكون في الصدر ويكون في هذا المكان في الحنجرة. أغلب الشياطين الذين يسكنون بالسحر المأكول والمشروب لابد أن يسكنوا في الصدر ويسكنوا في هذا المكان، فلا بأس أن تضغط عليه بإذن الله وتضغط على الحنجرة. وكيف سنخرجه؟ فإذا شعر المريض بإذن الله تبارك وتعالى بثقل في اليمين أو في اليسار، فلا بأس بإذن الله تبارك وتعالى دائما نلقي يدنا ونضغط بإذن الله على البطن، سواء بالعود أو حتى باليد بإذن الله، وخصوصا السرة، والأصبع نضعه في المعدة كذلك بإذن الله، أصبع في المعدة ونضغط ونقوله أخرج يعوذ الله بإذن الله. يعني هذا الخادم الذي دخل بالسحر المأكول والمشروب سكن في هذا المكان 15 سنة، فإذا بإذن الله ضغطنا عليه بهذه اليد اليسرى ونحن نقرأ القرآن
والمريض أصلا مجتهد، يعني المريض ليس غافلا أو كسولا، فهو يقرأ القرآن ويحافظ على الصلوات ويذكر الله كثيرا، يعني هو يريد العلاج أصلا، ليس إنسان لا يصلي. هذه الطريقة قد لا تنفع مع الإنسان يصلي، لن يخرج منه الخادم، ولكن هذه الطريقة قد تنفع الإنسان الذي يصلي، يتحسن حاله فقط، يتحسن حاله فقط، يعني لا يخرج منه الخادم، ولكن تتحسن حالته. وهذا المساج ينفع كذلك الإنسان الذي لا يصلي. وإذا فعلت هذه الطريقة تقوم بالضغط على هذا الخادم وتقول للمريض كيف تشعر بإذن الله. فإذا كيف تشعر فقد يقول لك عندي تقول في اليمين أو في اليسار، ويقول عندك تقول في الرجلين، أو تقول هل تشعر بالإبر في حلقك، يعني في الحنجرة، هل يشعر كأن الإبر تغرز له؟ فإذا قال لك نعم فاضغط عليه في الرقبة بإذن الله، فاضغط عليه وقل اللهم احرق كل شيطان يسكن في الحنجرة والرقبة، يخرج كل شيطان، فقد ينتقل إلى سبع اليدين أو القدمين بإذن الله تبارك وتعالى، ويخرج وينتهي المريض بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الآلام. وهناك طريقة أخرى، قد يقول لك المريض لما ضغطت عليه هذه الأشياء تقل لساني. ماذا يعني أنه تقل لساني؟ الثقل اللساني يعني أن الشيطان حضر ولكن لا يريد أن يتكلم، ولا يعني لا يتكلم. سنقول له افتح فمك، يعني افتح فمك أخي. ستقول المريض افتح فمك بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا فتح فمه فإن أسهل طريقة بإذن الله، إذا لم يريد أن يخرج هذا الخادم يستحمل أكل المشروب من اليد اليمنى أو اليسرى أو القدم، فقد يخرج بسهولة من الفم، وتقوله أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله، أخرج يا عدو الله بإذن الله، أخرج يا عدو الله، وقد يخرج بإذن الله من الفم، ويرتاح المريض إلى الأبد. قد يشعر بهواء يصعد من فمه، أو يعني رائحة كريهة، إما أن يشعر بهواء أكسجين صعد من فمه إذا خرج هذا الخادم، أو يشعر برائحة نتنة تخرج من فمه، وينتهي من هذه الآلام وإلى الأبد. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.